صور مدينة العيون تعود للستينيات من القرن الماضي، حينما كانت المدينة تعيش تحت سيطرة الاستعمار الإسباني، حيث كانت مظاهر البداوة تسيطر على ساكنتها، إلا من قلة استقرت بمركز المدينة في بنايات صغيرة متناثرة. لكن وبعد استرجاع المدينة وباقي الجنوب المغربي، عرفت هذه الربوع تطورا كبيرا حتى أضحت تضاهي نظيراتها شمال المملكة. البشير الذي قضى طفولته بهذا الحي يدرك تمام الإدراك حجم التغيير والتطور الذي وصلت إليه المدينة. زمان إسبانيا خلت واحد شي أحياء قليلة في المدينة، مثلا علينا خلت خرسيتو القبيبات هذول اللي راعوا فيهم اللي ورانا، ولكن الحمد لله دريك المدينة تمددت، لأنه كان بنية تحتية جميع، مثلا الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، المدارس، المستشفيات، الطرق، الحدائق. ندار مجهودات ميزانيات كبيرة. حي العودة شرق مدينة العيون، بارك يدخل مسكنه الذي يقطنه منذ 12 سنة. يعيش هنا مع أسرته المكونة من 11 فردا، بيت يراعي شروط العيش الكريم بعدما استفاد من عملية إعادة إسكان قاطني الحي الصفيحي الوحدة عام 2000. معاودي كنا ساكنين في البرير مكرفصين، لا جات الشتاء مكرفص ولا جات السمس مكرفص، وسكنا مكرفصة، والحمد لله يضريك رانا في الديار بخير وعلى خير، ديار ساكنين بخير. رغية الزوجة التي لطالما كانت تعاني من غياب الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي بالمسكن الصفيحي، اليوم تجد الفرق صارخا، فمسكنها الجديد اليوم بات يوفر لها سبل الراحة في تدبير شؤون البيت. الفرق كبير، الحمد لله المدرك موجود متوفر، الضوء متوفر، انه عنده عداد، كان الضوء غير من ترم الخشبة، خطر كيدير حريق، وعندك الحمد لله المصبانة ديال الجاجة، وعندك العجانة، وعندك آلات الضوء كاملة الحمد لله متوفرة دريك، والماء موجود والسكن وبخير وعلى خير الحمد لله. نجل الساكنة هي ساكنة حضرية، حيث أن معدل التمدن يتجاوز 93%، وهذه الساكنة الحضرية تنجت لها مجموعة من المنجزات. مشروع إعادة الإسكان هم إنجاز 8000 وحدة سكنية استفاد منها 40000 نسمة، ليتم إعلان مدينة العيون مدينة بدون صفيح صيف 2028، ليمهد بذلك الطريق لاستكمال تأهيل المدينة. اليوم باتت تتوفر على بنيات تحتية أساسية مهمة لساكنة تفوق 367000 نسمة.